بونجور انفو. مرحبا بكم الناس الكل، هذه اخبار الرياضه من راديو ميد. البداية المرة هذه بكرة اليد اللي ترجع منافسات بطولتها، اللي ترجع منافسات الجولة الأولى لبطولة أكابر كرة اليد للموسم الرياضي الجديد للنشاط، وباش تنطلق كل المواجهات في تمام الساعة 5 بالطبيعة. نحكيو على اليوم، بعث بن خيار يواجه النجم الرياضي الساحلي، نصر طبلبه يواجه النادي الافريقي، نادي كرة اليد بجمال يتقابل مع نادي كرة اليد بقصور السيف، مكارم المهدية تواجه جمعية الحمامات، النادي الرياضي الهلالي يواجه نادي سقية الزيت، وسبورتينغ المكنين يواجه الترجي الرياضي التونسي. مواصلين مع كرة اليد. أعلن اليوم النجم الرياضي الساحلي عن التركيبة الكاملة للإطار الفني اللي باش يقود فريق الأكابر في الموسم الرياضي الجديد. مدرب فريق باش يكون وليد بن رمضان، قيس بن صالح المدرب المساعد، ووائل بوت المعد البدني. تنطلق اليوم رحلة الاتحاد الرياضي المنسير العاصمة الرواندية كيغالي، بداية من 10 متاع الليل عبر طائرة عسكرية من مطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنسير. يضم وفد 40 شخص يترأسه السيد أحمد البلي رئيس الفريق. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي إقالة المدرب الألماني توماس توخيل بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق البارح قدام فريق دينامو زغرب بهدف مقابل 0 في بداية مشوار دور المجموعات لرابطة الأبطال الأوروبية. برنامج اليوم الستة غير بوع، نحكي وديم على الدفعة الثانية من الجولة الأولى لأغلى المسابقات الأوروبية. أجاكس أمستردام تتقابل مع رانجرز، أنتراخت فرانكفورت تتقابل مع سبورتينغ لشبونة، 8 متاع الليل أتلتيكو مدريد تتقابل مع بورتو، برشلونة تتقابل مع بيلزن، كلوب بروج تتقابل مع باير ليفركوزن، انتر ميلانو الإيطالي تتقابل مع بايرن ميونخ، نابولي تتقابل مع ليفربول، وتوتنهام تتقابل مع مارسي. كانت هذه أخبار الرياضة، قدم لكم معاذ شريف.